هاتي نحكي عن جولدز جيم قبل. بدنا نوجه تحية لفادي كراتشي الماركتينج دايركتور بي جولدز جيم اللي دائما يعني عم بتواصل معانا وعم بينبسط بالكلام اللي عم نحكيه عن جولدز جيم. امبارح بقلنا حاسسكم عم تحكوا من قلبكم. آه والله من قلبنا شركائنا مؤمنين لأنه براند رائعة جدا تأسست بال 65 وطبعا وصلت للأردن بفرعها الأول بخلدة وبعد النجاح الساحق اللي حققه جولدز جيم بفرع خلدة يوم السبت 18/1 انتوا على موعد مع افتتاح فرعهم الاجدد في عبدون. الناس عم تسالنا وين تحديدا بعبدون، احنا ما شرحنا بالضبط، قلنا انه بعد اشاره السفاره الامريكيه. بتعرفوا التاورز الجداد اللي هلا عم بنبنوا بعبدون؟ يعني في ساين جولدز جيم صفره ضاويه، هاي هي نزول. عرفت وين؟ يعني مش بتاخدي بعد الاشاره الشمال بعدين اذا طلعتي يمين بتروحي على تاج مول، هم هناك. أيوة. بهاي المنطقه. الله عليك. بيت اخوي كمان بيت حكومه هناك كمان حبيبي. هلا اسمعوا جولدز جيم بدي احكي لكم عن فرع عبدون اللي سيتم افتتاحه زي ما قلنا الدعوه عامه. شو اللي بيميزه؟ شو اللي بيميز فروع جولدز جيم؟ ولا شو هو فعليا يطبق سلوغن قوه التغيير او قوه التغيير بشكل كبير؟ شوفوا عندهم اول شيء اجهزه فيرسا، وهي الاجهزه عباره عن يعني نيو تكنولوجي مع شاشات ذكيه لعدد التكرارات رهف الوقت. عندهم 22 جهاز مخصصين لتمارين كافة عضلات الجسم. عندهم أجهزة الأوروال هي مخصصة لرفع الأوزان الثقيلة. عندهم 12 جهاز كيبل، 4 سميث ستيشنز، 3 سينرجي ستيشنز. عندهم 8 بار بنشد with safety. وعندهم أحدث أجهزة الكارديو، مساحة تصل إلى 3000 متر مربع. هالقد كبير. واو. والله ذات وين بنقول لك جولدز جيم هو غير لنا من كونسبت الرياضة. طبعا ليفل اوف هايجين حدث ولا حرج، كله ضمن ستاندردز عالمية. عندهم فرع بي خلدة أول فرع حصل على جوائز عديدة، وهلأ كمان فرعهم بعبدون ب 18/1 سيتم الافتتاح.